أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدين، انطلقت يوم أمس فعاليات معرض صالون المجوهرات في جدة في نسخته الخامسة، واللي كان متواجد فيه مجموعة من المشاركات المحلية والدولية، واللي تقدم من خلالها مجموعة مميزة من المجوهرات. كاميرا سيدتي كانت في قلب الحدث ونقلت لنا هذا التقرير، خلينا نشوفه سوا. تغيرات عديدة حلت في السنوات الأخيرة على أذواق محبي الذهب والمجوهرات، من أبرزها الحرص على القيمة وليس حجم القطع، فضلا عن تميز التصميم وندرته، وهو ما بدأ واضحا في النسخة الخامسة من معرض صالون المجوهرات الدولي الذي افتتح في جدة يوم أمس. وقدرت قيمة المجوهرات المعروضة فيه بأكثر من نصف مليار ريال، بينما يقدر حجم سوق المجوهرات في السعودية بأكثر من 60 مليار ريال. هذه السنة الشركات العالمية أكثر فيها، وكمان في مصممات سعوديات مشاركات معنا هذه السنة، وفي كمان شركة سعودية جديدة. هو الشركات العالمية من أكبر شركات المجوهرات بالعالم، والحقيقة شيء مهم للمستثمر السعودي للتبادل التجاري والتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. بس المهم في المعرض هذه السنة هي المسابقة. والله في البداية أنا معرض المجوهرات قبل سنتين زرته وشفت مصممات سعوديات ما شاء الله، فأنا عندي هواية الرسم وحبيت إني حسيت نفسي ساعتها إني أنا واقفة مكانها، والحمد لله تحقق لي بعد سنتين. جاءت المشاركات هذه المرة من السعودية والإمارات وقطر والبحرين ولبنان، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والهند، حيث توفرت فرصة ذهبية للمهتمين المحليين للاحتكاك بالخبرات العالمية وسط تميز المرأة السعودية وحرصها على اقتناء الجديد والنادر، فضلا عن ارتفاع القدرة الشرائية في السوق السعودي، حيث يعد في صدارة الأسواق في استهلاك واقتناء الذهب والمجوهرات. مستوحى من الطبيعة الفراشة، وبكون أنا أحب الفراشات الطلقة ومعاناها الحرية وفيها شفافية وانطلاق جذابة، فيها يعني تستوحي الأنثى يعني، فبتدور كأنه على مغزى في عمق في المعنى، فلقيتها في الوردة وفي نصها لولو، بيعطي بيدي معنى العمق والفاليو للأشياء. والله الحمد لله يعني مشاركة ناجحة، الحمد لله حصلت على إقبال شديد، فالحمد لله يعني تلمست النجاح بعد المعرض اللي في الرياض والآن المعرض في جدة. على هامش المعرض كان هناك اهتمام كبير بالمواهب السعودية، حيث شاركت مجموعة من المصممات في تقديم أعمالهم التي نفذوها بشكل كامل، وكانت عبارة عن قطع فاخرة يشاركون بها ضمن مسابقة عدت خصيصا لهذا الحدث، وأشرف عليها بعض الجهات العريقة في مجال المجوهرات التي تعمل على تقديم هذه النماذج الناجحة للسوق. لبرنامج سيدتي سنة شرف جدة. إذا مشاهدي الكرام، احنا شفنا التقرير وتعرفنا على بعض التصاميم الرائعة في هذا المعرض، والجدير بالذكر انه كانت هناك منافسة من نوع آخر تدور بين المصممين والمصممات السعوديين لتقديم أجمل تصاميم المجوهرات، وحنتكلم أكثر عن هذا الموضوع بضيوفنا عن طريق ضيوفنا بالاستوديو، وهم المشرفة على المسابقة، مسابقة تصميم المجوهرات أو صالون المجوهرات، مصممة المجوهرات الأستاذة لمي عجاج، وتنضم إلينا طبعا أحد المصممات المشاركات في هذا الحدث الأستاذة رضا الأشرفي. أهلا وسهلا بكم. أهلا فيك. نطقت الاسم صح ولا غلط؟ أيوه صحيح. أوكي تمام. أول شيء يعطيكم ألف عافية وشكرا لتواجدكم بسيدتي. الله يعافيك يا حبيبي. شكرا لكم. بداية لمي، أنت صديقتي البرنامج فلازم أبدأ فيكي على طول. فيكي. الله يعطيك العافية. لمي، أنت هذه السنة الخامسة وأكيد عندك انطباع عن المعرض هذه السنة، إيش رأيك فيه؟ ما شاء الله دائما هو المعرض بيكون صراحة مرتب ومجهز ومنظم.
السنة بصراحة كمان رائع والمشتركين من جميع دول العالم ونازلين بقطع مرتبة وبضاعة قيمة. ما شاء الله عليها مدام هي الثنيدي هي المسؤولة عن المعرض أو مديرة المعرض، كانت مهتمة من ناحية التنظيم، السيكوريتي، المشتركين، فأتاحت الفرصة لكل ما شاء الله عليهم الموهوبين المشتركين في المسابقة. فكان صراحة انطلاقة رائعة منها. هي كانت كل سنة تعملها لوحدة أو اثنين، يعني بطريقة كده بسيطة. فطلبت مني ومساعدة، قالت لي لمي بليز إنه يعني أهتمي لي في الموضوع ده. ف يعني أشكرها إن هي أتاحت لي الفرصة إني أنا أكون مسؤولة عن تصميمهم والتنفيذ. فكان كل تصميمهم تحت إشرافي، وتنفيذ القطع أنفذها وكانوا هم يشرفوا. هذا أنا طلبته من مدام هيا، إن هم يشرفوا على تصميمهم للقطع. يعني وأنا بصنعها هم يشرفوا على القطعة، فبيشوفوا قطعتهم إذا كانوا حابين يغيروا يبدلوا فيها. فالحمد لله كان إنجاز رائع في فترة جدا بسيطة. تمام، بس مجهود أروع. مجهود رائع. وكان أنا كان سعادتي في كل الموضوع كله، يعني أنا وزوجي طارق فتاحي، يعني كنا مشتركين سوا في إنتاج القطع ومهتمين كثير بالمصممين. تمام. السعادة في إني أنا بشوف فرحتهم في إنتاج كل قطعة. تمام. طيب يعني كمان عندي سؤال، إنه كان السنة كمان في شيء بيتميز إنه كان الاهتمام بالكيف، ما كان بالكم، يعني كان مش بالعدد، بالكثرة. لا، كان في المسابقة ولا في المعرض؟ لا في المجوهرات بشكل عام. فليه يعني كان، هل هذا يعني في المجوهرات بالنسبة للمسابقة؟ بالمجوهرات بالنسبة للمسابقة. أيوه. ليه كان اهتمام بس كان بالكيف ما كان بالكم، يعني العدد كان أقل من بالعكس المعتاد. السنة العدد أكثر. أكثر السنة ما شاء الله سبعة. يعني هو كان مفروض يكون أكثر، بس الوقت ما نقدر ناخد أكثر من سبعة وثمانية مشتركين. تمام. عادة واحدة اثنين فقط. لا، السنة أقوى، وإن شاء الله السنة الجاية الأوسع والأكثر بإذن الله. طيب خلينا نجي عليك يا رضا على طول. أول شيء نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. هذه قطعتك. أيوة، تصميمك. إحنا نتمنى بس للكاميرا لو تأخذ القطعة هذه. إيش حكايتك مع تصميم المجوهرات؟ ليه اخترتي تصميم المجوهرات؟ هو أنا حب وعندي شوية شغف بهذا المجال، وحبيت إني أدعمه أكثر، فدرسته وأخذ دبلومة فيه الحمد لله. وكان لنا فرصة سعيدة. دراسة صعبة؟ تقريبا. هي بدها يكون عندي واحد لأيه؟ ميول تحتاج لأي عشان تكون مصمم مجوهرات؟ عندك ذوق، عندك خيال واسع، عندك هيك حب لهذه المهنة يعني بشكل عام. وعندك متابعة، ولازم هيك تدرسي بشكل دائم، يعني تطلعي تطور واحد من نفسه أول بأول. تمام. طيب أنت قدمتي تصميم؟ أيوه. الحمد لله. هل هو هذا التصميم؟ هذا قدمتي؟ الحمد لله. قد إيه أخذ وقت عشان تصميم؟ تقريبا شهرين. هو عبارة عن إيش؟ ذهب. واللي بالنص دي إيه؟ هذا برينسز بوتون، زر الإميرات. طيب. فكان هو زر الإميرات، وهو كان عبارة عن روبي ستون ودايموند وروز جولد، الذهب روز جولد، وكان عيار 18. تمام. وكان حبيت، هو فكرة بسيطة، بس كان فكرتي منه انه يظهر بعدة طرق انه يتلبس، كانت عساس البرنسيسة او الست او الليدي تلبسه بطريقة مختلفة، يعني بتقدر تستمتع في لبسه، تلبسه كسوارة، كعقد، كحزام. يعني لو أحكي لك قديش فيه أفكار في لبسه، وكان ما شاء الله مدام لمياء عجاج وأستاذ طارق فتاح مرة دعمونا ووقفوا بجانبنا وأظهروا القطع بطريقة مشرفة جدا. وما شاء الله هي أستاذة لمياء كانت هي المسؤولة عننا أولا وأخيرا، والداعم الكبير لنا. تمام. في تصميم المجوهرات، ووقفت خطوة بخطوة معنا، ما قصرت، يعطيها ألف عافية. متأكيد. وهي والأستاذ طارق فتاحي ما شاء الله. أنا أسألها على مشاركة المتسابقين هذه السنة، كيف كان رأيك فيها بشكل عام؟ صراحة فيهم حماس، فيهم تنافس شريف ورائع. يعني كل واحد ما شاء الله عليهم
معجب بقطعة الثانية، وهذا الشيء اللي عجبني فيهم. ما فيهم غيرة، كل واحد بيصوت لقطعة الثانية، وهذا تنافس شريف، وهذا الشيء حلو، وهذا تتمنيه في كل التجار. حماس، ولقينا إقبال رائع سواء في جدة وفي الرياض، إنه كله يبغى يشارك في هذه المسابقة. إنتاج حلو، أفكار رائعة. يعني في عندك قطعة رضا، هي عبارة عن أزرار ويصير بروش. هي قالت إنه فيها تستخدمها، تستخدمها أكثر من بروش. أيوة. أنا نسيت أذكر النقطة هذه، يعطيها العافية. يعني هي فكرة هي المسؤولة جد. أيوة. هي احتضنتنا واحتضنت تصاميمنا. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. طب أنا سألتها سؤال، يعني إيش ما ذكرنا إيش ما ذكرنا الأستاذة لمياء وشكرناها، نحن مقصرين. الله يخليك أستاذة لمياء عجوج، ما شاء الله عليه. أكيد أكيد ما شاء الله عليه. طيب أنا سألتها سؤال، أنا حسألك نفس السؤال هذا. كيف يعني إيش المفروض يعني الصفات اللي تكون متوفرة بمصمم الأزياء؟ كيف الواحد يكون مصمم أزياء؟ أنا سألتها السؤال. مصمم مجوهرات أو مصمم مجوهرات؟ إجا من الأزياء دحين في بالي. مجوهرات يا ستي. أوكي. مواصفات مصمم المجوهرات. أولا لازم يكون عندهم خيال واسع، عندهم صبر ودقة في التصميم، ولأنه التصميم مو أي شيء ترسميه. عرفتي؟ فهي لازم يكون زي رسمة فكرة. يعني في عندنا كذا قطعة، مثلا في عندك تعرضت في الشاشة الآن من شوية قطعة عبد العزيز عبد الله، كاتب اسم عبد العزيز على رأس حصان. فهذه كانت بصراحة لقت إقبال رائع. وكمان في عندنا قطعة واحدة اسمها سلوى. سلوى عبارة عن الخلية النحل، كيف النحلة تبدأ إلى أن تعمل العسل، فكانت هذه خيال لها، قطعة كبيرة وفيها دقة في الإنتاج. في عندنا واحدة اسمها بديعة، كانت عاملة مرجان ولولو، وكانت كاتبة الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فكتبت الآية على نفس المرجان واللولو. في عندنا عبد العزيز مهدي، هذا نحات في ما كان في تضارب بالأفكار، يعني ما كان في أبداً أفكار أبداً، كل زي واحد بعض. أبداً كل واحد له واحد خياله. شوفي لاحظي أنا قديش قلت لك اديتك أفكار، ما في شيء مقارب بالثاني. هم سبعة. عبد العزيز عامل عبارة عن قلب، قلب وحاطط فيها زي الشعاع، يعني زي المشاعر. بيشتغلوا مع بعض؟ لا كل واحد لوحده، كل واحد اول مره نتعرف عليه، مش ورشه عمل بتشتغلوا فيها. وفي اجمل ما يمكن معانا كمان شيء حلو اللي كثير انبسطت لها، هي دكتوره اسنان اسمها ساره فتيح، اشتركت برضو معانا وكانت عامله باترفلاي الفراشه وكذا شيء ناعم. ما شاء الله كلهم. واحده اسمها جميله برضو عملت بوردة مع العقد كبير. يعني يلا الله حلو الحمد لله إن شاء الله. فكل واحدة ما فيها أبدا رضا. عملية تصميم المجوهرات يعني تحتاج لمراحل. صحيح. بداية كذا واحد اثنين ثلاثة لغاية بتطلع بالقطعة. إيش الجزء الأصعب بتصميم المجوهرات؟ برأيي إنه أعتقد آخر شيء إنه كيف تظهر القطعة وكيف تطلع في الطريقة المتميزة. بعد هو جروب حيكون أكيد المصممين والمصنعين، فأنت كيف بنتظر إنه كيف حيطلع النهائي للقطعة هذه والناس تنال رضا الناس وإعجابهم. فهذا يكون شوي إنه هيك حاملة هم وشايلة هم، وإنه كيف حيطلع والناس تلاقي إقبال عليه. هذا هو اللي صعب شوية. تمام. طيب لمياء، كيف حتكون المفاضلة بين المتسابقين؟ إيش المعايير؟ إحنا عاملين تصويت عن طريق الآيباد في مجلسين. تصويت ما بين الجمهور ولجنة التحكيم. يعني واحد من لجنة التحكيم حيكون زوجي طارق فتاحي، وبعد كده مدام هيا حتختار اثنين من المشاركين أجانب حيكونوا في لجنة التحكيم. ونص التصويت للجمهور. فما شاء الله عليهم لقوا إقبال رائع. طب لو الجمهور اختار اسم ولجنة التحكيم اختار، فلازم نعمل 50-50 بينهم. وبعدين على اهتمام المصمم في تصميمه، في دقته، في انه احيانا بيجيكي احد، يعني انا ما صادفتها بصراحة انه يجيني مصمم ومو عارف ايش صمم، او ما يكون هو اللي صمم. فهذه بسرعة انا اقدر افهمها. تمام. أعرف الإنسان اللي قدامي وأعرف إذا كان هذا تصميمه ولا لا. تمام. إحنا نتمنى لرضا كل التوفيق، ونتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وإن شاء الله نشوف يعني أجمل التصاميم بالمستقبل كمان أكثر وأكثر. نتمناكم تشاركونا يوم التصويت للفائزين. أنت عزمتيني يوم التصويت على فكرة.
لازم ان شاء الله كل روتانا كلكم باذن الله باذن الله فيكم. شكرا لتواجدكم سيدتي ويعطيكم الف عافيه كل التوفيق شكرا. إذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. 5 كيلوغرامات أقل وتكونين غزالة، أكل صحي يم يم، نشاط شباب حيوية مع حملة سيدتي ضد السمنة، اكتملي بالصحة والرشاقة. هذه حكاية جديدة من سيدتي، نسمة ودرة صديقات مثل الخوات، بس نسمة ثقيلة تعبانة كسلانة محبوسة، لكن درة واو. نسمة تسأل عن الحل، نقول لها بسيطة، حملة سيدتي ضد السمنة انطلقت. مع سيدتي كوني معانا، اكتملي بالصحة والرشاقة. في سيدتي بعد الفاصل، 20,000 طالب وطالبة يعرضون ابتكاراتهم في المؤتمر العالمي 5 للتعليم في الرياض.